مقابلها لحظة الموت اللي بتاخد من الأم كل معنى حياتها. بستقبل السيدة زينب القاق. زينب القاق أو أم محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو صار معكم بقوارب الموت؟ أنتم من طرابلس طلعتوا، كان عندك ابنك محمد وزوجك؟ زوجي وولادي. كم ولد؟ مع ابني 4. شو صار معكم؟ طلعنا من هون من طرابلس على أساس أنه نروح على قبرص. انقطعنا بالبحر 8 أيام بين لبنان وقبرص، ما بعرف وين. قالوا لنا انه بدنا 4-5 ساعات منكون هنيك، شي يقول 10 ساعات. نحن ضلينا انه 18 ساعة ونحن بعدنا ماشيين حتى اللي وصلنا لمحل فقدنا المازوت بقلب القارب. بينا واقفين 8 أيام. وقف القارب كان عمره محمد سنة سنة وثمانية شهور. شو صار؟ يعني هون لما يوقف القارب انتو بعرض البحر، لشو احتجتوا؟ شو النقص اللي صار؟ وين المخاطر؟ شو المخاطر اللي واجهتوها؟ لما انقطعنا بالبحر دغري يعني قالوا لنا انه خلص ما بقى في شيء، ما كان معنا مي، ما كان معنا شيء. كنت انا اخذي لابني معي حليب وهيك، بس ما في مي اعمل له اياه. ما في كان وسيله تواصل باي جهه لانقاذ؟ كان معنا تليفونات، كان معنا، بس ما في ارسال. اكل عم يخلص، حليب يمكن معك عم يخلص. نحن ما على اساس انه مثلا نحن بدنا نضلنا 8 أيام، على اساس انه طالعين. انا ابني بياكل بيبروني مثلا الساعه 6 بالليل، الساعه 9-10 الصبح لياكل بيبروني الثاني مثلا، بضل نايم للصبح او الساعه 6 الصبح. لا. انا قلت بهالوقت هيدا بنكون نحن وصلنا، يعني انه ما كان معك مي للحليب لتعمل البيبرون. انت ما كنتي عم ترضعي صدرك طبيعي. شو كيف صرت الطعمي؟ ما طعميته. صرت اول شيء عملت له بالمي وملح بس ما كان يتقبله. من مية البحر؟ انه ما قدر يعني اكلها. صار يصرخ انه ماما انيني، ماما انيني. بتعرفي ولد عمره سنة وثمان اشهر بده ياكل يعني. هون بلش سهل واستفراغ، بلش جسمه ينشف شو ومات. شو عملتي؟ شو عملت؟ صوري ابنها عم يحتضر قدامها، عم تسمع صريخ وعم بيصرخ بده ياكل، بده قنينه، بده بيبروني. حتى يعني نحن لما عدنا صرنا نتحدث بين بعضنا انه لو عارفين هيك كنا جبنا، هيك كنا. عم اقول انه لو عارفه هيك كنت جبت معي صندوق بونجيس. هو انه ما عم يحتضر، قام قال لي ماما بونجيسي، صار يصرخ على بونجيسي. يعني شو بدي. فارق الحياة محمد، وأصعب شيء على الأم أنه ما تكون قادرة تعمي ابنها وعم يحتضر بين إيديها. لما توفى شو عملتي فيه؟ لما توفى على أساس أنه كان قلنا 3 أيام تقريبا، نهار الثالث مات. على أساس أنه بخليه معي لربما حدا أنه ينقذنا يشيلنا من المي. صرت شيل أنا أنه قلت لهم انه بخليه معي بقلب القارب. بالنهار كثير كثير شوب، بالليل يصير برد. قلت لهم بخليه معي، بصير بالنهار كب عليه مي انه مشان ما تطلع ريحته انه هيك، ومن بالليل هو برد بحطه انه بخليه بمحل في هواء. بس كلهم انه عارضوا معي انه ما بيسوى. في حدا معنا شاب مات، صار يقول لي انه خلي انه يعني يمكن نحن ما نطلع من هون، خلي صورة ابنك اللي هي انت شايفتيها، لانه بده يصير بده ينفخ، انه يفجر قدامك، بده هيك. قلت لهم انه شو بدنا نعمل؟ قال بنربطه بالقارب بينما انه حدا يلاقينا يطلعنا. انا قلت لهم ايه يعني كفنوا هذا، بس قلت لهم انه بشرط واحد ما يقرب السمك عليه، انه ما ياكلوا السمك. في حدا معنا قص بنطلونه، اجر البنطلون حطه بقلبه وربطوه من الميلتين وربطوه بالقارب. يعني القارب كل الليل هيك عم بيهز. ابني انا كل الليل واقفه عم بتطلع عليه، ابني كل الليل يخبط بالقارب. تاني يوم اجى ابوه علي قال لي انه يمكن يكونوا ملائكه متقلين القارب، ما عم يقدر يمشي فينا، يمكن اذا فلتناه حدا يلاقيه انه يدفنه. خلينا نفلت الصبي بالمي، نتركه بالمي. اول شيء عرضت انه بلكي حدا بيلاقينا، برجع برجع ابني معي، برجع هيك.
رجعت اطلعت انه انا عم عذب ابني، انه فما تعذب انه هو، وطيب كمان عم عذبه وهو ميت. قلت له خلص انه وفلتنا بالماء. ولادك الباقيين كانوا معك؟ كانوا كلهم. شو اعمارهم؟ كان بنتي هلا عمرها بنتي 16 سنه، هيدي من 3 سنين تقريبا، وعندي بنت عمرها 14 وعمري وبنت عمرها 12. نجيوا الاولاد؟ بنتي على اخر لحظه يعني، بس هن بخير. الحمد لله. زينب، انتم معقول ترجعوا تفكروا تروحوا بقوارب الموت؟ ليكي لما الانسان بيوصل لمرحله انه خلص ما بقى قادر انه يعمل شيء، خلص يمكن في عالم تفهمني، ممكن تكون عايشه مثلا بظروف تفهمني، في عالم مثلا انه ما بتستوعب هذا الحديث، بس مجرد ما توصلي لمرحله انه انت خلص الدنيا انقطعت فيكي، الحياه انقطعت فيكي، هلا واحد بيفكر من دون يعني بياخذ قرار اوقات من دون تفكير، من دون. اذا رجع زوجك قرر يعيد التجربه بتعمليها وانت خسرتي ضناكي؟ انا لا. هو كلمه خسرتي ضناكي رابعه يعني ما بتلتقى مع حجم بشاعه المشهد اللي رسمته. ما بعرف هلا انت جاوبتيها انه صار لك 3 سنين على الحادثه، انت بتعتبري حالك تخطيتي الموضوع؟ لا. قادره تحكيهم؟ انا قصدي قادره تحكيهم. هيك انا تعلجت. انا بعتقد انه انا بقول انه الله لما بيختار ياخذ ولد من امه بيكون قتل روحين مش روح واحد، ما بيكون قتل، ما بيكون مات الصبي بس، ماتوا الاثنين مع بعض. حياه الام بتنتهي كليا مع وفاه اول ولد. ما بعرف اذا انا هالقد الموضوع عندي حساس ولا هو انت حساسه زياده. هذا خلاف مليان. حكمه الله وعدله. لا ما لا نشكك بعدل الله انه ارحم يعني الراحمين. ما نحاكمه الله، ما فينا نتجاسر على الله، ما فينا، ما مستحيل. انا لما لم يقتل ام، لا بالعكس احيا ام، اخذ من ام موسى من بس عفوا خلينا نسمع زينب. انا لما صار عندي هيدي المشكله صرت اتعالج عند حكيم نفساني. أنا نعم. ما حبيت أسألك إذا بتاخدي حبوب نعم. لأنه سردت تفاصيل كتير موجعة كتير قاسية. أنا عم بحكي بعض التفاصيل اللي يمكن أوقات أنا بكون نايمة، أنا أوقات بكون نايمة مثلا على التخت عندي بتطلع فكرك أنه بتروح من راسي وحليان من قلبي يعني أكيد وجعة. بدي أطلع، بدي صرخ، بصير سبح، بصير استغفر ربي أنه الله هيك راد خلص، والله عطاني الصبر. الله يصبرك، الله يصبرك زينب، ما بقول لك الا هيك. يعني خصوصي وجعها وجعين انه هن السبب بشكل او باخر، لان هو بعمر ما في قرر اذا بيروح او لا، وهو صار معه هالمشاكل من وراء. يعني اول شيء الولد بيقول ليش جبتوني على هالحياه، هيدا نعم. اول سؤال نعم. اذا مش قادرين تربوني، وبعدين اخذتوه بهال بالبحر، يمكن كان راي زوجك، هل حملتيه مسؤوليه بين هلالين؟ لان هيك قرارات الرجل بيخدها اكثر من المراه، المراه عندها خوف صح. يعني ما بتقدر تحمل اولادها. بس بدي احكي بس عن كلامك انه نحن جبناه مثلا انه مش قادرين نربيه، هلا هيدا موضوع تاني مثلا. هلا انا لانه مش قادره ربي مثلا بقعد بلا اولاد. لا بس عفوا، قال تعالى يعني نحن عنا لا ترموا بانفسكم الى التهلكه. صح. ما فينا نحن عفوا نحمل اخطائنا لله تعالى، فما فينا نحن نروح نرمي انفسنا بالتهلكه. انا جدا متعاطف معك وجدا كنت اصلا عم حاول ما اسمع لانه هي التفاصيل جدا اذتني. مستحيل انسان فيه مفاهيم انسانيه يقبلها فيك تحققي امومتك بولد، مش شرط تجيبي 5 عفوا، يعني انا عم بحكي ترتيبات. انا عندي 3 بنات، لجيت كثير بدي صبي خلص. نرجع طيب للي قاله الدكتور. بس ما قالت هي كلمه كثير مهمه انه هي ضلتها تجيب اولاد لانه بدها صبي، وبس بالنهايه راح الصبي. يعني هون الحكمه شو هي؟ انه نرضى باللي عندنا ونكون مبسوطين فيه، لانه اللي صار انه رجع راح سهمل. مين اللي عطى؟ وائل. وائل انه ما خلص. انا صراحه ما قادر، مش قادر احكي شيء. بس عفوا زينب، ما قادر حتى هي وعم تحكي ما عم ببرم، مش قادر اتسمع. يعني ما بعرف يعني فيلم الله يصبرك. وكيف انت هلا قاعده هون وعم تحكي على الموضوع؟ ما بعرف. الله يرحمه ابنك. الله يرحمه. شيء صعب. دكتور نكد، قلبي تقطع على الخبريه كثير، وبزعل، الواحد بيزعل من قلبه لانه شغله كثير صعبه.